هادين الكرام، خلينا ننتقل وياكم الى فقرة اخبار ظهيرة. خلينا نروح نشوف اليوم اول خبر ويانا. اول خبر هو وفاة الفنانة جواهر الكويتية مع صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 45 عام، الى رحمة الله. توفت هاي الفنانة الجميلة وايضا لها اثر طيب بالدراما وايضا الفن، وللاسف كانت معركة خاسرة مع هذا المرض اللعين. خلينا نروح نشوف الخبر الثاني. زعيم كوريا الشمالية أصدر أوامره بمساعدة الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني اليوم كسب وأيضا أثر بنفوس كل الناس وكل العالم، من شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها. كل الدول اللي تشاهد القضية الفلسطينية يدمى لها القلب بصراحة. الإبادات الجماعية اللي تصير، وأيضا حتى استخدموا يعني وياهم الغاز الفسفوري اللي هو محرم دوليا، ويعني ما اعرف بصراحه انه هذا الموضوع يعجز عن الوصف. هذا الموضوع اللسان يعجز والقلب يدمى له. وايضا الامم المتحده دعت الى توقيف اطلاق النار وايقاف الحرب، لكن ما حد يسمع. يعني للاسف انه الدماء بعدها سائلة على الأرض، وبعدها العوائل تحت الركام، وأيضا الأطفال. ومنظر يعني إحنا دائما إنه يعني نشوفه بالسوشيال ميديا، لكن ما بيدنا غير الدعاء لهم. إن شاء الله يا ربي يغمى وتنزاح عن فلسطين وعن كل الوطن العربي. مشاهدينا، خلينا نروح الخبر الثالث. الخبر الثالث هو ايضا مرتبط بقضية غزة، هو استشهاد الفنانة الفلسطينية ايناس السقا مع ابنتيها جزاء القصف المستمر على غزة. هذا القصف اخذ ارواح كثير من الناس البريئة، منهم الفنانين و الموجودين داخل غزة. وايضا للاسف اليوم انه عوائل انسبت، وعوائل فقدت كل افراد عائلتها، واكو طفل فقد كل عائلته. تختلف القصص والروايات، والنتيجة واحدة هي الموت. إلى رحمة الله، نتمنى لهم الرحمة والغفران لروحهم، وأيضا نتمنى لكل جرحاهم الصحة والسلامة. وإن شاء الله يا ربي تكون هذه أزمة، وهي آخر أيام الأزمة، وتنتهي على خير. خلينا نروح نشوف الخبر الرابع والأخير. المرور العامة صرحت انه عدد السيارات في بغداد يفوق الطاقة الاستيعابية للشوارع بثلاث ملايين وسبعمائة وخمسين الف سيارة. يعني شوارع بغداد بهذه الايام لا تطاق حرفيا، لانه اللي عنده شغلة ساعة بثمانية لازم يطلع لها من الستة ونص. يعني ما اعرف انه بس اريد اسال سؤال. اليوم الحملات التعميريه وبناء الجسور بالعاصمه بغداد، ونعرف انه العاصمه هي اساسا اوريدي مزدحمه، ما صارت هذه التعمير وبناء الجسور الا وقت الدوام، وقت دوام الجامعات ووقت دوام المدارس. ونعرف انه بالعطله الصيفيه واكو ازدحامات جدا خانقه، فما بالك انه اليوم اكو دوام واكو طرق يعني مسدوده ومعطله وبها تعمير، والازدحامات صارت يعني وصلت الناس للانهيار. والمشكله الاكبر انه اليوم انه تجاره السيارات يعني دائما نشوف انه اكو سيارات تدخل للعراق، استيراد السيارات عذرا بتزايد. طيب انت ما تفكر انه اليوم ما عندك شوارع؟ ما تفكر اليوم انه الناس صار في كل بيت اكو ثلاث سيارات واربع سيارات؟ ايش راح يصير بشوارع بغداد؟ فبالتالي نصير اختناقات مروريه. يعني ما اعرف اليوم اذا كانت حاله مرضيه مستعصيه، امراه على وشك الولاده، اي شخص ممكن انه يعني يلفظ انفاسه الاخيره لازم يروح للمستشفى يموت بالطريق. ما اعرف اليوم انه الحملات التعميريه وايضا بناء الجسور هي خطوه ايجابيه، لكن مو بوقتها الصحيح. كنا نتمنى انه تكون بوقت افضل واوقت من انه بوقت الدوام، وقت ذروه الدوام. مشاهدينا الكرام، وصلت لكم الى ختام حلقتي في هذا اليوم. اتمنى انه استمتعتوا معنا بفقراتنا اللي قدمنا لكم اياها من خلال برنامج استراحه الظهيره.